لقتو انت بدك تبهدليني على اخر عمري؟ شو بدي اقولوا جيران اذا سمعوا هيك فني هابطه طالعه من بيتي؟ الله يسامحك يا ابو ماما، الله يسامحك. لك نسيت هالغنية شو كنت تغني لي اياها؟ الله يصلحك الهي، لك بزمانها باعت لي اياها هدية مع سعاد بنت عمي الله يرحمها، وهي بعتت لي اياها مع سلمى بنت عمي الله يرحمها. شو نسيت؟ لك هي الصبوحة الله يطولنا بعمرها. يا خديجة يا عيوني، أنا مو قصدي يعني إنك ما تعودي تسمعي الصبوحة الشحرورة ولا غيرها، أنا بس بدي منك تفتحي أذنك تسمعيني منيح. نحن بيت معروف بوطنيته وتاريخه بالجهاد والنضال بكل معارك الأمتين العربية والإسلامية. خلاص 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 فهمنا، جل من لا يسوي يا أبو عمار. خلاص روق لي حالك واشرب فنجان القهوة. لك شو في؟ شو صار لك؟ مصيبة يا أبو عمر، مصيبة. لك احكي، نشفتي لي دمي. ابنك يا أبو عمر، ابنك. شو؟ شو صار له؟ كمشو. كمشو؟ مين اللي كمشو؟ ابنك يا ديب، ابنك يا أبو عمر. طلع معارضة ونحن مالنا درياني. نصيب اللي وعد فارس خرب بيتنا يا ابو عمر. معارضة؟ ابني انا معارضة؟ ابن ابو عمر يطلع معارضة؟ عمري لك يا ريتني متت وما سمعت الخبر. نحن يلي حاملين ارواحنا بايدينا فداء الوطن، يطلع من نسلنا واحد معارضه. ابن عمي طول بالك يا عدي، الله يرضى عليك. هي تربيتك يا خديجة، حالي اللي تركتك تربيه لحالك للولد. قال شو هو آخر العنقود؟ وغنوش أمه بدها تربيه على كيفها، لمين بده يطلع يعني غير لأخواله اللي ما في فوت لسانه إلا حلقون. وأنا أقول لك يا خديجة الولد عم يتغير. انت تقولي لا تخاف، الولد ما بيخاف عليه. وانا اقول لك يا خديجه الولد عم يحضر بالسر المحطات المغرضه، وكمشت بغرفته كاسيتات للشيخ امام. تقولي لا، لا تخاف عليه، الولد مثقف وما بيرد على هيك شغلات.
لك يا خديجة انتبهي، أنا ملاحظ أن ابنك صاير وشه أصفر وسنانه سود وعم يطول شعره. تقولي لي إيه شب؟ اتركه وخلي يعيش حياته. هي آخرتها، طلع معارضة يا خديجة. والله ما رح أسأل عليه للكل. ديب أبو عمر بيطلع ابني معارضة يا خديجة. تفو عليك انت وابنك، روحي بصيدي. هاتلك عمي يا خديجة، هاتلك المرة الحظ. منك يا عمر. استغفر الله العظيم على هالصباح. لا والله، لا لا والله تعبان ونايم يا أخي. مين حضرتك؟ المخفر؟ خير يا أخي؟ ابني عمر في شي؟ عم يأكل عم يشرب؟ اللي دخيلك ليكون في شي وما بدك تخبرني. ايه خلص تكرم عينك، هلأ بخبره. مع السلامة، الله معك. يا أبو عمر، أبو عمر شو بدك؟ اتصلوا من المخفر وقال بدهم إياك تروح لعنده. شوفي، إذا كان مشان ابنك هالواطي أنا لا بروح ولا بجي، ولا بدي أسمع صوته ولا بدي أسمع حسه. إن شاء الله بيشنقوا اليوم بالبكرة. ابن عمي، والله الضابط هو اللي اتصل وقال بدهم اياك تروح لعندهم ضروري. ها عم قلك لا بروح ولا بجي. اصلا انا مالي وش امشي بين الناس، شو بدي ورجيهم وشي؟ اتركيني في حالي، اتركيني. ساوي لك شي؟ ما بدي شي، روحي بسيتي. أهلين وسهلين أخي أبو عمر، شرف استريح. شرف، أنا كنت حابب أتعرف عليك يعني بظرف غير هالظرف. أنتم من العوائل الكريمة عنا بالمنطقة، الأهم منها أنه نحن نفتخر بوطنيتكم. الله يجبر بخاطرك يا ابني، بس هذا الكلام هلأ ما عاد ينفع منوب، لأنه الوطنية والشرف مثل لوح البلور، إذا انشعر ما عاد يمشي حاله، صار الواحد لازم يكبه ويجيب واحد غيره. طول بالك طول بالك يا أبو عمر، أنا مقدر حزنك وألمك والجرح اللي أنت حاسه، بس يعني هلأ المهم أنه في إجراءات لازم تتخذ. أنت لازم توكل لابنك محامي. أنا وكل محامي لهالحقير؟ هذا لا ابني ولا بعرفه. سيادة الضابط، إذا كنت مستدعيني لهذا الموضوع فلا تضيع لا وقتك ولا وقتي. يا أبو عمر طول بالك، ما في بني آدم وما بيغلط، ما في إنسان وما بيغوي الشيطان.
بس مشكلته لابنك انه بده ثلاث محامية لانه واقع بثلاث مصايب كل واحدة اكبر من الثانية. يعني اذا نفد من الحشيش بده يعلق بالسرقة، واذا نفد من هدول التنتين بده ينلقط بالتهريب اكيد. يعني هي التهمة لابسته لبس، لذلك بصراحة انا عفوا سيادة الضابط، شو هي السرقة والتهريب والحشيش؟ شو هدول؟ هدول هن انتهم الموجهين لابنك. لا تكون عم تمزح معي سيادة الضابط. الله يصلحك يا ابو عمر، يعني هي مسائل ما بنمزح فيها وقاعدين بمكتب رسمي بعدين. الحمد لله، ألف حمد وشكر لك يا رب، بحمدك وبشكرك يا ربي. بعد إذنك سيادة الضابط، بس أتصل يا تيفو. زلغتي يا عم عمار، زلغتي وخلي الجيران كلهم يسمعوا، ابنك طلع حشاش وحرامي، مالو معارض. ألف حمد وشكر لك يا رب، غمرتني بنعمتك يا ربي، نذرا علي لطعمي كل الجيران حلويات من جميع الأنواع. يا الله خاطري. شكرا سيادة الضابط، ما تأخذنا، السلام عليكم. والله كنت عارفان انه نسل عيلتنا ما بيخيب الظن. ما تخافوا ولا تهكلوا هم، وارتاحوا بقبوركن ارتاحوا، الصبي طلع مظلوم، الناس ما عم يعرفوا كيف بدهم يشوهوا سمعتنا من الغيرة والحسد، شبنا نعمل؟ معارض. بس معقول ابننا يطلع مهرب وحشاش وحرامي؟ ألف كلمة حشاش وحرامي، وليقولوا ابن أبو عمر معارض يا خديجة.